السلام عليكم متابعينا، أهلا وسهلا فيكم. جيناكم اليوم بهالجو الحلو من حديقة بلاتفيلد بارك الموجودة بمانشستر. كان موجود فيها نشاط فن فير للأطفال وملاهي وألعاب كتير بتجنن، فلهيك حبيت صور وفرجيكم. ميمي Mirano, Miran. Please pay in the car for the Dumbo. Pay the attendant. Yeah.
can bet two or three. All right, it's heading to the MC 70 places. Queue up on the right hand side if you like to ride. Go to the right hand side of the ride if you like to ride. Let's go. It's the next ride on the Dumbo. Step up, climb in, take your places now. Are you ready to fly again? We are all in again. Let's take you up to the sky. Hey. وهون كانت أول تجربة لميمي إنها تجرب غزل البنات أو شعر البنات، لأنها بتشوف الأولاد عم بيأكلوا والبنات وبيستمتعوا إن واو هيك، فطلبت فجبنا لها. بس للأسف ميمي جربته بس ما حبت الطعم تبعه. كانت أكثر شيء مستمتعة فيه الملمس تبعه، إنها مثل القطن أو شيء مثل هيك. وهون هيدي لعبة القطار كانت أجمل وأفضل لعبة لميمي إنها تركب فيها. كل ما تخلص وتطلع كانت تبكي وتصرخ بدها ترجع مرة تانية، فحاولنا معها كتير بس كانت كل مرة بدها ترجع. فثلاث مرات كانت كفاية لميمي، وبعد هيك ركبت شغلات تانية وانبسطت كمان. خليكم معنا الآخر وبتمنى ينال إعجابكم. Yeah.